سلام يا أصحاب، وصفتي اليوم راح تكون لفائف الجبنة والزعتر. وصفة كثير طيبة والكل بحبوها. أنا بعملها كثير لأحفادي ولأولادي وبحبوها كثير، وحبيت اليوم شارككم بالوصفة وإن شاء الله تعجبكم. يلا بلش فيها. عندي كوب ونص حليب دافي، نص كوب زيت نباتي او زيت زيتون بيمشي الحال، معلقة كبيرة خميرة، معلقة متوسطة ملح، اخلطهم شوي. وهلأ بدي اضيف طحين، 4 كبايات طحين، طحين لكل الاستعمالات. معلقة بيكنج باودر كبيرة، ومعلقة كبيرة سكر. هاي المكونات كلها للعجينة. وهلأ راح نخلط. فيكم تخلطوها على ايدكم اذا بدكم، بس انا بحب اعملها على الجنب. نخلط بالاول على البطيء، بعدين بنحطها على المتوسط، وهون بخلط 3 دقايق على السريع. هلا اذا بدها شوية طحين بتزيدولا، اذا بدها شوية مي بتزيدولا حسب الطحين يلي عندكم، بس انا الكباية ونص حليب كانت كفاية لـ4 كبايات طحين اللي حطيتهم. انا هون بستعمل الكبايات كلها اللي فيها العيارات. وهيدا شكل العجينة، ما بدي اياها لا شديد كتير ولا رخوة. هلا هون عندي جار دهنته زيت، راح نزل العجينة عليه. مثل ما شايفين العجينة طرية كفاية وما بتلزق بالإيدين. هلا راح اغطيها ببلاستيك وخليها حتى تخمر، تخلوها ساعة ساعتين قد ما بدكم، منا مشكلة. بسم الله العجينة هون خامرة ولا أحلى من هيك. هون عندي زعتر يلي مشتري جاهز مخلوط، أنا خلطته هون مع زيت. وهلا جنب بنحكي معها، بس بنحطها على العجينة مع كريم تشيز كمان. انا اليوم بدي اعمل اللفائف بالكب كيك، بصينية الكب كيك. هلا راح اقطع العجينة، ما راح بلف العجينة ولا شي، رح خليها مثل ما هي مرتاحة مشان بتساعدني بالرق دغري. مثل ما شايفين العجينة كتير مرتاحة وهينة، حتى بتنرق بدون شوبك ولا شي، في نرق الايدي بس، رح رقها بالشوبك. هلا فيكن تعجنوا العجينة من عشية وتخلوها لتاني يوم الصبح تشتغلوا فيها، أو فيكن تعجنوها إذا مش فاضيين بتحطوها بالبراد بعد ما تخمر لمدة يوم أو يومين كمان، بتضاينكن منا مشكلة. بتطلعوها من البراد قبل شي نص ساعة وبتشتغلوا فيها. أنا بفضل كتير أوقات أعجن العجينة بالليل وبحطها بخليها للصبح، ما بتمشي الحال يعني، ما بتأثر عليها شي أبدا. ما
بنحط كيفنا من الزعتر. هذا الشيء راجع لكم قد ايه بتحبوا الزعتر يكون بقلبه. هيدي اللفائف كتير الاولاد بحبوها، وكمان منيحه وقت المدارس بيحط الواحد منها بالشنطه ليخدوها معنا على المدرسه، واي وقت بيجي على باله بعد الظهر عصرونيه مع فنجان شاي مع كوبايه حليب، للكبار وللصغار الكل بحبوها بالبيت. اثنين الرول يلي لفيتهم عملوا لي 12 وحدة. منظرهم بشهي قبل ما يفكوا. هلا بنعمل تبعيه الجبنه. هلا بعد ما مديت العجينه رح مد عليها الجبنه الكريمه، طيب تبقى سهل مدتها على العجينه. اي نوع جبنه عندكم اياه بيمشي الحال، بتعطي نكهه كثير طيبه بالعجينه وبتخليها تضل ناعمه صف. هلا الجبنة انا عندي هون كوبين تايستي او شريدر يلي عندكم فيكم تستعملوه، وكوب موزاريلا او اي نوع من الجبنة موجود عندكم بالبيت فيكم تستعملوه. هيدا الشي راجع لألكم، وفيكم كمان تحطوا زيتون بقلبها تعطي كمان نكهة طيبة. يلي موجود وبتحبوا تحطوه فيكم تحطوه بقلبها. ما شايفين العجينة هي الشغل فيها كتير. وجبة سريعة وهينة. انا عملت منها هيدي الرول 10. يعني مجموع الجبنة مع الزعتر 22 قطعة. وهيك بعد ما طلعوا من الفرن بتمنى انكم تجربوها. وصفة كتير سهلة وهينة وللترويقة طيبة، وحتى الواحد سناك بده ياكلها طيبة مع الشاي مع الحليب مع كل شيء. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، ورح احط كل المكونات بصندوق الوصف. واذا حبيتوها جربتوها وحبيتوها حطوا لي لايك وسبسكرايب لحتى يوصلكم كل جديد. وشكرا لكم للمشاهدة، بشوفكم بالفيديو الجاي. It's really soft. I really like it. They're really tasty.